او الان ومن تقريبا من 19 مكون على المستوى الاتحاد الدولي فيفا، يعني 19 مكون منهم اسم لفائدة منتخب التانغو لمنتخب الالبي سيلستي. ملعوبة تسديدة أرضية زاحفة، جهة مغربية محاولة إخراج قتل الفرق العالمية المنتخب الوطني المغربي. وتابعنا بعض الأهداف التي تدرس، أقول تدرس في مباريات كرة القدم داخل سان لورينزو الأرجنتيني، يعتبر كيس أساسي لاعب رقم 4-0 منتخب كوبا أمريكا. لاحظوا التعليمات من جانب الرجل ماتياس. هنا التسديد على الكرة بعيد. كأس العالم تشارك في هذه المباراة الودية مع المنتخب الأرجنتيني. محاولة التسديد الأولى ثم مواجهة المنتخب الوطني المغربي في مباراتين وديتين. وكان فاز على باراغواي بهدف دون مقابل وساحة الأرجنتين في دور ناس كبرى. نجوم وأسماء كبار بالنسبة لتشكيل المنتخب الأرجنتيني لمنتخب على right down by the corner, rolled back, shot comes in from Lozano. Playing for the opposition tonight, they'll be well aware of them. Corner taken short, Lozano, shot blocked.